العلاقات الجزائرية المغربية هي علاقة متوترة منذ أكثر من 40 سنة. العلاقة لم تكن جيدة رغم أن المغرب حاول بإمكانياته السياسية والدبلوماسية باش يدخل ويحل مشاكل ما بين الجزائر، لكن الجزائر لم أريد، ليس الشعب الجزائري وإنما العسكر الجزائري لم يريد، وهذه هي الإشكالية. لكن أقول ليس هناك حرب قائمة بين المغرب والجزائر، لم تكن هناك حرب بين المغرب والجزائر، مع العلم على أننا المغرب غير مستعد للحرب والجزائر غير مستعدة للحرب، أي من غير مستعدين لهذه الكارثة. لا يمكن للإخوة الجزائريين أو الإخوة المغاربة أن يعيشوا في ظروف حرب أكثر ما يعيشوا في الظروف أحسن، اللي هي الظروف السياسية واقتصادية بينهما، وهذا لا يكون أحسن وأفضل. لا يمكن أن تقع حرب بين المغرب والجزائر، غير ممكن، غير واردة، لا بالنسبة في الحالة النجمية ولا بالنسبة للحالة السياسية. سيكون إن شاء الله سيكون هناك صلح بين المغرب والجزائر قريبا، لا لكن قريبا، يعني هذه تكون محادثة مثلا في 2022، ربما ستكون هناك ما يعرف بالغربلة السياسية، لهذا تقدر تهيئ نفس إن شاء الله في 2023. هو لا يستمر، ربما سيقع ما سيقع له ما وقع لبوتفليقة.